من شرفة مستشفى باصهيب العسكري ينظر الأثيوبي الخضر آدم باتجاه بلاده التي أتى منها قبل 3 سنوات للعمل في إحدى شركات النظافة، وهي الشركة التي تركته وزملائه منذ ما يقارب العام دون تسليم رواتبهم. الآن 9 شهور ما في راتب، أنا ذبحان كيف؟ جالسين بس بلا الآن كنس بلاش أكل شرب نوم بس. الشركة التي يقع مقرها في صنعاء ما زالت تماطل 30 عاملا في عدن، ما زالوا يعملون مقابل السكن والغذاء، ويعتبرون أنفسهم عالقين لا يستطيعون السفر، ولا توجد جهة حكومية يشتكون إليها. نتسلب المقاول كل يوم يمكن حنا بكرة، بكرة لا بكرة، لا لنا الآن باقي مقارب سنة وحنا لا شيء. كانوا من قبل يعطونا 30,000 في الشهر والآن وقفوا. يجيبوا لنا حل، نشتي حل دلهين. حنمنا هنا ما فيش معنا 5 ريال نخرج من المستشفى نشرب الماء ولا نتحرك المكان. لم تعد أزمات الرواتب مقتصرة على القطاعات الحكومية، فكثير من المؤسسات الخاصة سرحت موظفيها بطرق غير قانونية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.